أقول تقريبا تمويهية ولا خيالية للمنتخب التركي. شوفوا الصورة من الزاوية يعني هذه رمزي الكرات اللي أوضح ما زفرهمش وزفر هذه الكرة لأنه الياس مشي للكرة جانك توزون في التنفيذ يتقدم ويسجل افتتاح النتيجة للمنتخب التركي بهدية من الحكم السويسري في الدقيقة 54 1-0 توزون اللي سجل ثنائية ضد المنتخب الإيراني يسجل الهدف الأول ضد المنتخب الوطني التونسي بضرب الجزاء بعد تدخل نقول على الكرة من الياس الصغيري والحكم السويسري سان فيداي تابع الإعادة لعملية تنفيذ ضربة الجزاء والحارس معز حسن على اليسار الكرة على اليمين هدف أول للمنتخب التركي كما قلنا بضربة جزاء تبدو خيالية باش نخليو الأمور ديما للفنيين وما حتى الحكام